فعاليات ثقافية كويتية متميزة انطلقت بمشاركة عدد من فناني الكويت بهدف تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين. وبمشاعر جسدت معنى الحب والإخاء بين البلدين، تفاعل المغردون متداولين صورا من فعاليات الأيام الثقافية الكويتية التي انطلقت أمس في مدينة لوفيو الأوكرانية التي اختارها المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب كونها المدينة الأعرق ثقافيا في أوكرانيا، حيث تضمنت معارض للوحات الفنية والأزياء والتراث الشعبي الكويتي، كما تميزت الفعاليات بعروض موسيقية لفرقة كويتية متميزة. وحول هذه المشاركة قام فريق نشرة التواصل الاجتماعي بإجراء اتصال هاتفي مع الدكتور أيوب خضر مايسترو ومؤسس فرقة التخت العربي للفنون الكويتية، والذي أفاد بالتالي. طبعا احنا متواجدين اليوم في أوكرانيا، تحديدا مدينة لفيف، لإحياء أسبوع ثقافي كويتي تحت رعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب. احنا موجودين في أوكرانيا لتقديم حفل كويتي او حفلات كويتية تتضمن الأغاني الكويتية الشعبية من ناحية الألحان الكويتية، الإيقاعات الكويتية بأشكالها وأنواعها، لتعزيز طبعا الثقافة بين البلدين الكويت وأوكرانيا. احنا كثر ما نقدر نسعى لتقديم كل ما هو يرفع اسم دولتنا الكويت ولتوصيل دولتنا الكويت وتعريف فنوننا وأغانينا ومن شتى الفنون صراحة، لأن معانا احنا هني موجودين رسامين، نحاتين، أزياء كويتية، كثر ما نقدر نحاول ننشر الثقافة ثقافاتنا الكويتية خارج البلاد. طبعا كل الشكر للمجلس الوطني لترشيحهم فرقتي وقيادتي لهذه الحفل، فرقة التخت العربي الكويتية، والشكر طبعا موصول لتلفزيون دولة الكويت لتغطيتهم وتواصلهم الدائم معنا.